في الوتر في الوتر الشهر الأكرم في هذه الساحة التاريخية ومع هذا الجمهور العظيم. كما جرت العادة كل سنة أنه المعهد الفرنسي لمدينة مكناس ومديرية وزارة الثقافة والمجلس الجماعي لمدينة مكناس كينظموا ليالي ما سميناه ليالي رمضان. ليالي رمضان هو سفر مجموعة من بقاع العالم عبر الموسيقى. سفر الجمال والمحبة واللقاء. هاد اليومين يعني الجمعة والسبت غادي نسافروا مجموعة من الآفاق الجغرافية باش نعيشوا لحظات متميزة مع مجموعة من الفرق الموسيقية اللي جاتنا بطبيعة الحال من مدينة مكناس، من باقي مناطق المغرب، ولكن كذلك من خارج حدود المغرب. هاد السفر الموسيقي غيحيوه مجموعة كما قلت مجموعة من الفرق الموسيقية المعروفة. اليوم غنعيشوا لحظات متميزة مع فرقة شبابية دارت مكانتها على المستوى الوطني موسيقيا بطبيعة الحال. هي فرقة جاتنا من مدينة الدار البيضاء اللي هما ميد ان بلاد. ناعسين الجمهور ناعس.
ثم كذلك من بعد غنلتقيو مع فرقة متميزة كذلك هي خليط من مجموعة من الموسيقيين المغاربة وكذلك من دول أخرى خاصة من فرنسا. هذا الفريق هذه الفرقة اللي سميتها غاباتشو ماروك اللي تكونت هنا في المغرب ولكن سافرت بموسيقها وموسيقى تاع المغرب كذلك فاتح على موسيقات عالمية أخرى سافرت بها مجموعة من الدول العالمية. إذن اليوم كنرحبوا بهذ جوج الفرق ولكن كذلك غدا عندنا لقاء مع فرقة مغربية سنغالية الاسم ديالها هو نورو كان ثم كذلك الركب العزاوي المكناسي برئاسة المعلم كفيتا. مرحبا بكم. إذن alors bonsoir rapidement, je vais être très bref que l'important c'est la fête ce soir, donc merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans le cadre de ces nuits de Ramadan que depuis quelques années nous organisons ici sur la place Nedim avec c'est l'Institut français Maroc, l'Institut français de Meknès, nos amis de la commune de Meknès et bien entendu la direction provinciale de la culture. Donc ce soir, rapidement, nous avons un groupe casablancais qui s'appelle Made in Bled et juste après le groupe Gabacho Maroc qui ont tourné dans le réseau des instituts français du Maroc dans le cadre de la saison France-Maroc. Et demain, on a des Issaouad Mouknes, Sarakab Ismaël et Fidali. Et bien entendu, on a un groupe qui nous vient du Sénégal, c'est des Gnawa du Sénégal avec Nourou Kané. Voilà, bonne soirée et Mbroka Ramdan. طبيعة الحال المعهد الفرنسي وكذلك السلطات المحلية رأسها عمالة إقليم مكناس وكذلك الأمن اللي كيظهروا على التنظيم وعلى أن تمر هاد اللحظات في ظروف متميزة. شكرا مرة أخرى. merci beaucoup, bonne soirée. Sweet arms.
دونك سهلة واحد جوج ثلاثة أربعة سيدي سبيطار سيدي سبيطار سيدي سبيطار سيدي سبيطار سيدي سبيطار شاي الواحد قبل يزيد قلبك سيدي سبيطار جيتك وهدي جامع بوطا سيدي سبيطار كيت مريض في السلطان سيدي سبيطار هذا حالي ما عندوش حكا سيدي سبيطار شاي الواحد قبل يزيد قلبك سيدي سبيطار جيتك وهدي جامع بوطا سيدي سبيطار كيت مريض في السلطان هذا حال ما عنده ولا شهادة حصلوا طبيب لي فرحان ناموسية سارة هي قسمها مع يطوفة بيت مرة في السنة ميساج من العملات يجي مريض كاع العيب تيتخطوا ناموسية سارة هي قسمها مع يطوفة بيت مرة في السنة ميساج من العملات سيارة الملكية كاع العيب تيتخطوا زلي جير مع المدر يعني بالاشتي شيعني شبح ولي مهدي زحويتي زلي جير مع المدر يعني بالاشتي I'm gonna make you mine.
النهار كامل تمارة ويسبر العيور ومع وليد المصارى بلافي زبرة باسبور عادي نهار أكار الشكرة والبرفان نتكلموا إسبانيا فرنسي وفي إيطاليا خدمة حمق العقال وتونس كي زفرير والله ما عرفت الكويت راشد والعجل يا جل كونسانتر I'm gonna do the good, I'm gonna do the good, I'm gonna do the good, I'm gonna do the good.
جمعك من فيها دزر رجيو والمزيريو عبرتو دي قدوخة دارك الأخلية خلوني مجفية ولا بحالي لا بحالي لا بحالي ولا بحالي يا Barata.